فائقة، ألهمتيني منذ البارحة وأنا منتشية بهذا التنوع في هذه القاعة، تنوع سياسي، تنوع فكري، تنوع جنسي، تنوع في اللون، في المذهب، في كل شيء. هذا هو اليمن، ولن نحمي هذا التنوع إلا بضمانات دستورية. ولذلك فإن شرعية هذا المؤتمر هو في تحقيق أهداف من أتوا بنا إلى هنا، وهم ثوار اليمن وثورة اليمن الشعبية. ولذلك إذا لم نحقق أهداف الثورة في إقامة دولة مدنية مصونة بضمانات دستورية، فإننا نكون قد خذلنا الثورة والضحايا والجرحى والمعتقلين والمخفيين والمعذبين والمهمشين وكل من هم يعيشون خارج أسوار هذا الوطن. نحن كنساء همشنا كثيرا، ولذلك نريد أيضا ضمانات دستورية لتقول بأننا نتساوى في الحقوق وفي الواجبات، وأن يتم اتخاذ تدابير قانونية لتحقيق هذا الهدف، وقد تكون الكوتا وأي أسلوب آخر. لذلك فإن مرجعيتنا في هذا المؤتمر هو دستور الشباب الذين صاغوه بأقدامهم، بأقدام ثوار مسيرة الحياة. وصحيح أن التاريخ أحيانا يكتب بالأقدام، تلك الأقدام الطاهرة التي جاءت راجلة من تعز إلى صنعاء وتشققت ومات الكثير منهم. شرعية هذا المؤتمر وحضورنا هنا وقدرتنا على أن نحقق هذه الأهداف هو التحدي الحقيقي، وأن أي قوى ستحاول أن تقصي الآخر فلن تقصي إلا نفسها، لأننا هنا جميعا. وكل ما سمعناه منذ البارحة بأنها دولة مدنية حديثة، دولة تتسع للجميع، تتسع لكل هذا التنوع وللاختلاف وبضمانات قانونية. هذا ما أريد أن أقوله. شكرا. فقط الآن أن يعني شكرا يا أمل. شكرا يا دكتور، شحترمك والله، بس أقل من دقيقة. أقل. شكرا يا أمل، انتهى الوقت. في بلاغ بالأمانة، في بلاغ